إجماع عربي دولي وعالمي يدين الهجوم التركي على شمال سوريا أمام الاعتداء المفاجئ الذي أرهب الأبرياء، مخلفا عددا من القتلى والجرحى مع تشريد أكثر من 60,000 من المدنيين. يناقض ما احتج به أردوغان من عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وفي الوقت ذاته يتعرض المحتجون الأكراد في بلدة ديار بكر التركية للضرب والتعذيب والسجن. ذريعة واهية أمام العالم بوجود خطر إرهابي يهدد الحدود الجنوبية التركية، واسم أطلقه أردوغان نبع السلام، وما هو إلا نبع دم وإشعال للفتن، تؤكدها المؤشرات التي نبأت بعودة تنظيم داعش بقوة معززة مع فرار العديد من أفراد التنظيم الإرهابي من السجون، وإصرار على الدمار والخراب في المنطقة، خاصة مع القمع والاضطهاد ضد المدنيين من نظام الأسد والميليشيات الإيرانية. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث تداعيات الغزو التركي في سوريا، حيث أقر المجلس على وحدة الأراضي السورية، والجامعة العربية تقر اجتماعا عاجلا السبت المقبل لوزراء خارجية الدول لبحث الانتهاكات التي تجاوزت بها أنقرة على السيادة السورية. أما قطر بقيت وحيدة كعادتها تغرد بتأييدها لأنقرة خارج السرب العربي. وفي المقابل يجدد ترامب موافقته على عقوبات الكونغرس الأمريكي التي ستؤول إلى دمار الاقتصاد التركي والذي بدأ بتراجع الليرة التركية منذ بدء الغزو العدواني. الإخبارية محمد شيخ، الرياض.